نفسي أعيش في حتة فيها هدوء وفيها طبيعة، والموضوع ده عمال يبقى أصعب وأصعب وأصعب. أنا مرتبط بالبحر من وأنا طفل، أنا متربي في العجمي جنب البحر. راديكالي، أنت جبتي راديكال دي منين؟ ده بقى اللي هي السنة اللي فاتت كتبت شوشو ده جزورين بوي وحطت جزورين بدل دماغي، فدماغي ما فيهاش غير جزورين. كنت بشتغل لوحدي، بس طبعا وصلت المرحلة كان صعب. ايد لوحدها ما تسقفش. الدريفت وود هو الخشب اللي البحر بينتجه. كل حتة خشبة لها قصة طويلة، كانت شجرة وبعدين اتقصت وبعدين اتعملت مركب، والمركب دي قعدت تشتغل في الصيد في البحر 30 سنة، وبعدين اتكسرت في عاصفة، وبعدين عامت في البحر ورسيت على شط من الشطوط. انا من حظي لقيتها وخدتها. ده عجمي وود ستوك، مش بتاع امريكا، ده الوود ستوك بتاع عجمي. ابويا قدامه اسبوعين وهيجيب جيركن جاز ويولع في الكلام ده كله. مصر آسية شوية على الناس بتوعها، مش بتريحهم. المفروض الطبيعي ان الواحد يعيش ويشتغل في نفس الحتة. ونقعد كلنا نضيع وقتنا رايحين جايين رايحين جايين، وحياتنا نصها يروح في الرايح جاي ده.